اضغط للاشتراك. مرحبا يا أصدقاء، أنت على قناة تيتا تي في، حيث نتعلم الفواكه والخضروات. هيا بنا نبدأ. الرمان. ينمو الرمان على شجرة. الرمان. أفوكادو. ينمو الأفوكادو على شجرة. أفوكادو. البتاية. البتاية أو فاكهة التنين هي ثمرة صبار. كرافوت. ينمو الكرافوت على شجرة. كرافوت. دوريان. ينمو الدوريان على شجرة. كيوي. ينمو الكيوي على كرمة تشبه الأشجار. كيوي. أتمنى أن تكون قد استمتعت بالفيديو. تذكر أن تتناول الكثير من الخضار والفواكه لتحافظ على صحتك. نراكم مع تيتا تي في.